بائعو البسكوي والفواكه الجافة على أرصفة الشوارع، واللي كيبقاو يتسناو النهار كامل باش يبيعوا شوية من سلعتهم ويرجعوا في آخر النهار بمدخول يعينوا به عائلاتهم. ما كان بيعوش مزيان، ما كاينش مدخول، والحمد لله ربي راهو اللي ساترنا وصل. عندي عائلة تتكون ثلاثة ديال الناس، عندي مرا وجوج وليدات، وما عنديش مدخول، يعني شي مدخول اللي هو رسمي هكا نعولو على البيسكوي هذا. مرة كاين مرة ما كاينش، وهذا المسير. نتمنى من المسؤولين يشوفوني ماشي حل الحالة اللي كنعيشو فيها، هادشي اللي كاين. مدخول قليل ومصاريف كثيرة، منها المسكن والأكل والشرب، بالإضافة للأسرة اللي كتسنى في البادية. خدامين الليل خدامين النهار، يالله 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 كنلاقيو داك شوية، ولكن ما كاينش. كنشوفو ولادنا على شهر شهر ونص تقريبا، شهرين عاد نشوفوهم، ونشوفوهم ديك ربع أيام خمس أيام. حنا عندنا الكرا، عندنا مصاريف الولاد، عندنا المدخول ناقص. وضعية مزرية كيعيشوها هاد الشريحة من الباعة، بعد عن حنين الأسرة وصعوبات العيش، وحتى حد منهم ما شكافش نهار، وأمالهم تحسن وضعيتهم في يوم من الأيام.